Radio Bebeskiwi. زوار زوادي مرحبا بك على موجود إذاعة راديو باب جديد. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو باب جديد. يظهر لي زوار منذ دقائق تأكد الخبر اللي هبط لنا تقريبا من البارحة. زوار زوادي مرة أخرى يرجع للبقعة الصحيحة واللي هي جمعيته. أكيد الاتصالات كانت عندها حوالي أسبوعين ولا ثلاثة. ما نجمش أقول في الوقت الراهن لجمعيتي اللي عنده فضل كبير عليا كهو يعني ما تخنيش برشا في التفاصيل ما صارتش دي نيغوسياسيون قالوا اجا باش تصحح شي صححته كهو. بالفعل زهير نعرفوا لي تقريبا يعني على اول ما اتصلت بك الهيئه التسييريه انت عبرت على موافقتك. اولا زهير نتفكر طريقه الخروج نتاعك اللي كانت طريقه غير عاديه، شنو اللي خلاك انت زهير تقبل خاصة كي نشوف الوضعية تاعو نتاع النادي الافريقي، الوضعية تقريبا لاعبين يهربوا من النادي الافريقي على عكس كنتي قبلت باش ترجع لجمعيتك. كما قلت لك انا واحد من ابناء النادي الافريقي مستحقين لناس كل ملاعبية جمهور مسيرين لاعبين قدامى لاعبين تاع توا كل واحد ينجم يعاون في بلاصتو. انا كتجربة قبلت الديفي هو الديفي ساعة بالنسبة لي انا كروية واخلاقية وكل شيء سيرتو تأثير الشبان. تعرف انا ليدر من ليدر اللي موجودين يحيى وصابر وبلال ووسام دونك تعرف جروب فيها برشا صغار ما عندهمش اكسبيريونس دونك سي بي باش يبدا الجروب مخلط فيه ناس اكسبيريمونتي عندها اكسبيريونس وليدات صغار اللي باش ياخذ المشعل نهار اخر. زهير ان شاء الله وقتاش تبدا البريباراسيون فيزيك والبريود اللي انت تتحقها باش تكون جاهز 100% للاطراح ان شاء الله؟ والله من اليوم ولا شيء باش نبدا في اللونترينمون مع المجموعة بعد الإطار الفني والمعد البدني ومش حد وقتاش بالضبط، لكن انا يعني مانيش بعيد حتى كي صارت لي المشكلة مع الدوال كنت قعدت نترينا وما قصيتش معناها مانيش بعيد برشا يعني كلها متاع ممكن اسبوعين ثلاثة ما نعرفش قلت لك نحدو هذا مع البريباراتور، لكن اونتر تو قعدت نترينا وكل شيء تعرف ملاعبي في 2017 بروفيسيونيل يزمك ما تقعدش قاعد حتى عندك اشكاليه يزمك تحط بريباراتور تترينا باش تقعد ديما موجود نهار يستحقوك يلقاك. زهير نعرفوا انت تقريبا من اللي انضميت للنادي الافريقي يعني تكونت شخصيه كبيره وديما يعني بلي يكون فما نقد ولا حاجه تكون انت حاضر. ايش رايك في الناس اللي تقول زهير زويدي 29 سنه في الكارير؟ فما ناس كملت 40 وناس كملت كيما قالوا لي طوال وفا وكي مشيت اربع ماتش ولا ثلاثه بونت ودو باس ديسيزيف بعد بونت لونترنور بدل المعطيات انا نحبهم هذي فيا هذوما وكل ما تحطيت في بلاصه هكا وريت اللي انا شكون معناها مانيش توا باش جي في مي بروف ديجا ومانيش انا اليوم باش كاريري ورايا. قال الراجل انا كونفيرمي معناها كل شيء موجود وكل شيء موثق في اطراح كبار وفي ماتشات كبار وفي الليكيب ناسيونال معناها اللي قدامك لاعب كاس كوب دافريك معناها عمري 29 سنه لاعب كاس كوب دافريك ماهوش بالسهل ماهوش بالفارغ لعبت في الخليج لعبت في الاوروب ما يجيبش هذوما الكل هكاك فهمت وهذوما الناس اللي يحكيو معناها ما موجودين في العالم الكل وفي الكوره تعرف معناها اي وسيرتو في تونس معناها عام تبارك الله 11 مليون كلهم محللين تاع كوره. زهير اذا كانت تتيح لك الفرصه باش تجلس لسليم الريحي شنو هي الكلام اللي تنجم تقوله له؟ هو سليم نجم نقول له اللي هو غلط برشا عن قصد ولا ماهوش عن قصد عن حسن نيه ولا ماهوش عن سوء نيه هذيك امور اخرى، لكن غلطت اللي امور الفتره اللي كنت فيها انا موجوده كانت عندنا جمعيه في 2015 باهي برشا كنا نجم نمشيو بها بعيد. الاهلي المصري توا اللي خلط فينال وقلقت جمعيه التوانسه الكل سيرات معنا احنا ما لعبتش وغاديك حتى في بورسعيد عملنا ماتش كثير برشا فهمت خسرنا بارتيناتي دوزا ان غاديكا ودوزا ان لهنا هو في الليكيب هذيك هو عنده بارت كبير في اللي هي سايبت معناها ما عرفتش كيفاش يحافظ على المجموعه هذيك وكشفت من بعد كيفاش وصلت الامور تعقدت بشويه بشويه كيف زاد ملاعبيه مش خالصين لازم تطلب منهم برشا حاجات ثم اخطاء هو خدم صرف فلوس يعطي الصحه احنا مش من عوايدنا باش نسبوا المسؤولين القدم ولا باش اما لكن غلطت وكهو غلطت في حاجات اني قلت لك الحاجه الوحيده اللي لوم عليه اللي هو المجموعه نتاع 2015 ما عرفتش كيفاش تحافظ عليها.
زهير في الختام نخلي الكلمة للجميع نادي الفريق. ولا كلمة جماهير نادي الفريق، يظهر لي الكلوب توا فين حاجتها بجمهوره وفين حاجتها بالناس. الكلوب يستاهل بالرسمي، تعرف وضعية صعيبة، الناس كل شاعرين بالمسؤولية. كما قلت لك أول ما اتصلت بي الهيئة التسريع، يعني ما خممتش ولا لحظة معناها ولا دقيقة، قلت نجي ونعاون وكل شيء. فهمت توا لازم الناس الكل يتلفوا ويقفوا للجمعية، خاطر صحيح باش نلقاو برشا صعوبات في الثلاثة أربع خمسة شهور، لكن بقدرة ربي من هنا للعام الجاي تبدأ عندنا جمعية صحيحة اللي قارعة في تونس وقارعة في الأفريق. شكرا. إن شاء الله. مشكور زهير وأتري بيانتو، إن شاء الله نشوفوك سير تينا إن شاء الله. ميرسي.